فرح زي أي بنت في سنها كانت بتخاف جدا من الحقنة. لازم أعرف قبل ما تديني الحقنة، الحقنة توجعني؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، هي ناموسة تيجي تقرصنا قرصة صغنطوطة وبعد كده مش هنحس بحاجة خالص. طيب هي بعد ما تديني الحقنة إيدي هتوجعني؟ لا يا حبيبتي زي ما قلتلك حاجة صغنطوطة وبعد كده مش هنحس بأي حاجة خالص. خلاص بقى يا فروح، الدكتور قال مش هتوجعك. يما أنا اللي هاخدها مش أنتي. طيب ممكن تعدي لحد تلاتة؟ طيب حاضر، ممكن بقى تسيبي ايدي كده؟ أيوة، وريحي نفسك، وعايزك تغمضي عينك وفكري في أي حاجة تاني، تعرفي؟ دي حاجة عمر ما فرح كانت شاطرة فيها. واحد، اتنين، تلاتة. آه يا جوجو، في ايه؟ بالراحة، دي رجلي مش الفستان. ما انت يا بنت بطلي مياسة وقفي عيد، اللي مش عارفة خيط. قمر يا عين أمك، قمر. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هتبقي أحلى واحدة في حفلة التخرج يا فرح. أنا مش مصدقة. إيه يا دلال؟ إيه يا دلال الأوفر ده يا دلال؟ دي حفلة تخرج مش فرح. طيب ما تقلبيهاش غمة. حاضر. جوجو أنا هكمله بعدين عشان لازم أقابل شادي دلوقتي. هتروحوا فين؟ رايحين عند الدكتور. يا دي الدكتور، رايحين للدكتور جايين من الدكتور؟ ده أنا ولدت أمك وأنا واقفة بطبخ. وأنتي بتطبخي؟ آه. طب ما علمتيهاش تطبخ ليه يا مادة؟ لا تقصدي إيه؟ ولا أي حاجة، بهزر معاكي. بقول لكم إيه؟ النهاردة هنعرف هو ولد ولا بنت. أنا عايزة بنت. وأنا عايزة بنت. وأنا عايزة بنت.